بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. معانا النهاردة بإذن الله الدرس الثاني في الوحدة الثانية، بعد ما خدنا حلقة جميلة وشيقة ولذيذة عن النجوم والكواكب، واللي صاحبها فيديو تعليمي عن النجوم جميل واستمتعنا به كلنا. معانا النهاردة درس اسمه ايه؟ حركة الشمس والقمر. وأحب أنوه في البداية على إن كل ما يسبح في الفضاء من نجوم وكواكب وأقمار وغيرها يسمى أجرام سماوية، أما الشمس فهي تبدو لنا أكبر النجوم، وهي بالفعل ليست أكبر النجوم. ده ليه؟ لوجود نجوم أكبر منها ونجوم أصغر منها. أمال بتبدو لنا أكبر النجوم ليه؟ بسبب قربها من موقع مين؟ من موقع الكرة الأرضية. والشمس تعتبر نجم متوسط الحجم لوجود نجوم أكبر منها وأصغر منها، وهي نجم من ملايين النجوم التي تسبح في السماء. والشمس يا أولاد تعتبر المصدر الرئيسي لمين؟ للضوء والحرارة على سطح الأرض، وتشرق الشمس من الشرق وتغرب من الغرب، وتكون وسط السماء في فترة الظهيرة. وخلي بالكم يا أولاد في الحلقة كمان معانا مفهوم الظل، والظل ده مرتبط بمين؟ بحركة الشمس اللي اسمها الحركة الظاهرية. ظاهرية ليه؟ لأن معنى الحركة الظاهرية للشمس هي ظهور الشمس متحركة من الشرق إلى الغرب، ويرجع ذلك لمين؟ لحركة الأرض وليس إلى حركة الشمس. خلي بالكم حلقة النهاردة حلقة مهمة، هناخد فيها حركة الشمس وحركة الأرض. وحركة الأرض نوعان، حركة الأرض لفة صغيرة حول محورها ينتج عنها تعاقب الليل والنهار، ودي بتبقى كل 24 ساعة، دي اللفة والحركة الصغرى للأرض. أما الحركة الكبرى للأرض فهي حركة الأرض حول مين؟ حول الشمس، واللي بتتم خلال مدة زمنية 365 وربع يوم، وينشأ عنها تعاقب فصول السنة الأربعة. فين الرسوم والصور والشرح والتجارب والتفصيل؟ في سياق حلقتنا النهاردة. يلا نروح مع بعض وندرسها سوا. معانا يا أولاد الدرس الثاني في الوحدة الثانية. الدرس الثاني في الوحدة الثانية اسمه ايه؟ اسمه حركة الشمس والأرض. ويلا نشوف أول معلومة معانا بتجيلي في الامتحان أكمل. يقول لي ايه؟ يقول لي كل ما يسبح في الفضاء من مين؟ من نجوم وكواكب وأقمار. سواء نجوم أو كواكب أو أقمار، التلاتة دول وغيرهم من الأشكال والحاجات اللي بتدور في الفضاء تسمى إيه؟ أقول له تسمى الأجرام السماوية. السؤال ده بيجي سؤال إيه أولاد؟ سؤال أكمل. يبقى النجوم والكواكب والأقمار يطلق عليها أجرام سماوية، ودي صورة معبرة لمين؟ للشمس وللنجوم اللي موجودة في السماء. ونشوف تاني سؤال بيجي أكمل. الشمس هو نجم من ملايين النجوم وهي في حالة حركة ايه؟ ايوه برافو عليك، في حالة حركة دائمة ومستمرة الى ما شاء الله. ونشوف سؤال اخر بيجي اكمل ايضا. تشرق الشمس يبقى من جهة مين؟ الشرق. تشرق شرق، وتغرب الشمس من جهة الغرب، يبقى ادي مكان الشروق شرق، وادي مكان الغروب غرب. اسئلة بسيطة وجميلة. ويقول لي طيب تكون الشمس وسط السماء في فترة ايه؟ اقول له فترة الظهيرة. تحس حتى وانت ماشي في الشارع ان الشمس عمودية عليك، ان الشمس فوق راسك. الشريحة الاولى دي اسئلة خفيفة وبتيجي في الامتحانات اكمل. اقراها وعيدها تاني، اتفرج عليها وحلي تاني. ونشوف شريحة أخرى. الشريحة الأخرى هنتكلم فيها عن مين؟ عن حركة بتسمى الحركة الظاهرية للشمس. طب يا ترى الحركة الظاهرية دي لها تعريف؟ ظاهرية يعني يظهر لينا إن الشمس تتحرك، يبدو لينا إن الشمس تتحرك. طب إيه مفهومها؟ أقول له هجيب لك التعريف من اسمها، الحركة الظاهرية. يبقى التعريف هو ظهور الشمس متحركة
طب منين لفين؟ من الشرق مكان الشروق حتى الغرب مكان الغروب. يبقى قولوا معايا التعريف عشان تحفظوه، مش موجود في الكتاب بالصيغة دي. الحركة الظاهرية هي ظهور الشمس متحركة من الشرق إلى الغرب، ودي صورة بتعبر عن مين؟ عن غروب الشمس في أوقات الغروب. ونيجي لسؤال على المعنى نفسه بيجي علل، طب يا ترى احنا عرفنا التعريف بتاع الحركة الظاهرية للشمس، ولكن يا ترى ايه السبب في الحركة الظاهرية؟ السبب هو حركة الأرض وليس حركة الشمس. طب بالتفصيل نقول ان الحركة الظاهرية بتحصل بسبب حركة الأرض حول محورها اللفة الصغيرة وليس بسبب حركة الشمس، عشان كده سميناها الحركة الظاهرية. والسبب فيها نقوله تاني يا ولاد، بسبب حركة الأرض حول محورها. كل ما الأرض تلف حوالين محورها أو حوالين نفسها بينشأ عنها حركة ظاهرية لمين؟ للشمس. آدي التعريف وآدي التعليل بإجابته ومعاك الصورة. ونيجي دلوقتي لمين؟ هنيجي دلوقتي لشريحة أخرى فيها مجموعة تعليلات مهمة. وانت في فصل الصيف تحس مين؟ إن النهار طويل، وتحس مين؟ إن الإيه؟ إن الليل قصير. ويبقى يجي لي سؤال عكسي، ليه النهار في الصيف بنحس ان اطول من النهار بتاع الشتاء؟ تخيل كده وانت في المدارس في فصل الشتاء، يا دوبك تروح من المدرسة وتتغدى وتيجي تبص تلاقي المغرب بيأذن. ليه؟ لان فترة النهار قليلة وفترة الليل طويلة في الشتاء. الكلام ده عكسه فين؟ عكسه في الصيف، النهار طويل والليل قصير. طب ايه السر في كده؟ قالك السر في كده بيرجع للطريق، للمسافة، للمسار. مسار مين يا مستر؟ يلا نقول مع بعض، لأن المسار الظاهري يعني الطريق الذي تسلكه الشمس فين؟ في الصيف. ماله أطول من المسار الظاهري الذي تسلكه الشمس في الشتاء؟ يبقى الطريق بتاع الصيف أطول من طريق الشتاء، لذلك النهار في الصيف بقى أطول من النهار في الشتاء. وتعالوا نقول الإجابة تاني عشان لو جت لنا في الامتحان، لأن المسار الظاهري الذي تسلكه الشمس في الصيف أطول من المسار الظاهري الذي تسلكه الشمس في الشتاء. ونشوف سؤال قريب من المعنى ده، علل، تختلف أو تتساوى عدد ساعات النهار والليل خلال فصول السنة الأربعة. فصول السنة الأربعة الربيع والصيف والخريف والشتاء، ممكن تختلف أو تتساوى ساعات الليل والنهار، يا ترى ليه؟ الإجابة الطرق مختلفة، المسارات مختلفة. يبقى نقول مع بعض، لأن الشمس مالها؟ تسلك مسارات مختلفات الطول. امتى؟ عند تحركها من الشرق الى الغرب. نقول الاجابة تاني يلا مع بعض، لان الشمس تسلك مسارات مختلفات الطول عند تحركها من الشرق الى الغرب. ونشوف سؤال تاني، علل، علل، لا يتساوى عدد ساعات الليل مع عدد ساعات النهار. بيتكلم على مين؟ على اليوم الواحد تقريبا، خلال اليوم الواحد ما بيتساووش بالمل مع بعض. السر في كده ايه؟ السر في كده لان محور الارض المحور الوهمي بيكون ماله؟ يكون مائلا. يبقى سر ميل محور الارض يخلي ساعات الليل وساعات النهار ما بتتسواش. الورقة دي والشريحة دي مهمة جدا وفيها تعليلات مهمة قوي. يبقى الإجابة الأخيرة، لأن محور الأرض يكون مائلا. ونيجي الجدول هنلاقي فيه فصول السنة الأربعة، ومعانا فصل الربيع وفصل الصيف وراء الخريف وفصل الشتاء، وهنعرف كل واحد تاريخه ايه وعدد ساعات الليل والنهار بالتقريب.
فصل الربيع بيبدأ إمتى؟ بيبدأ 21 مارس يوم احتفالك بعيد الأم، تلاقيهم بيحتفلوا كمان بعيد الربيع نفس التاريخ ونفس التوقيت 21 مارس. طب عدد ساعات الليل والنهار؟ قال لك النهار 12 ساعة تقريبا والليل 12 ساعة نهار، يبقى الاتنين قد بعض في مين ومين؟ في الربيع والخريف. طب نيجي للصيف، توقيته 21 يونيو، ده توقيت الصيف. طب عدد الساعات؟ قال لك في النهار بيبقى أطول، أخي كم ساعة؟ 14 ساعة، سرق ساعتين من الليل، يتبقى كام لليل؟ يتبقى 10 ساعات، ويبقى هنا أقصر، يبقى هنا النهار أطول، هنا الليل أقصر، هنا 14 وهنا 10، لو جمعناهم 24، ولكن مش بالتساوي. نيجي لفصل الخريف، فصل مين؟ دخول المدارس 21 سبتمبر. طب بالنسبة لعدد الساعات بيبقى فيه تساوي، ازاي؟ 12 ساعة ليل و12 ساعة نهار. نيجي لفصل مين؟ فصل الشتاء، بيجي بعد الخريف. طب بيبدأ امتى؟ 21 ديسمبر شهر 12. طب عدد الساعات في النهار بيبقى قصير 10 ساعات، ولكن الليل بيبقى أطول 14 ساعة. شريحة جميلة فيها مين؟ فيها الفصل وفيها التوقيت وفيها عدد ساعات الليل والنهار لمين؟ لفصول السنة الأربعة. ونيجي لشريحة أخرى هندرس فيها حركة الأرض، وحركة الأرض يا ولاد نوعان اتنين، الحركة الأولى اسمها حركة الأرض حول محورها، حول نفسها، أدي صورة بتعبر عن الكرة الأرضية وأدي اتجاه الأشعة الضوئية بتاعت الشمس، والخط المايل ده بيمثل مين؟ بيمثل محور الأرض، وده خط وهمي، والاتجاه ده بيمثل اتجاه الدوران، وده يمثل خط الاستواء بتاع الكرة الأرضية. حركة الأرض حول محورها. طب دي بتتم في قد إيه؟ دي بتحصل مرة واحدة كل 24 ساعة، يبقى الأرض بتتممها كل يوم بالتمام والكمال 24 ساعة ينتج عنها حركة الأرض حول محورها. طب لما بتلف لفة كاملة كل 24 ساعة كل يوم بالتمام والكمال، مين اللي ينشأ عنها يا مستر؟ قول لنا. أقول له مش بتشوف كل يوم ليل وتشوف كل يوم نهار؟ أيوة. يوم يجي لك سؤال، حركة الأرض حول محورها ينشأ عنها إيه؟ أقول له تعاقب الليل والنهار. طب مرة كل قد إيه؟ أقول له مرة كل 24 ساعة، معاك المدة الزمنية ومعاك النتيجة المتوقعة. وادي مين؟ الصورة اللي بتعبر عن دوران الأرض حول محورها. طب الحركة الثانية هي الحركة الأكبر، حركة الأرض حول الشمس. ادي مين؟ ادي الشمس، مركز المجموعة الشمسية، وادي الكرة الأرضية، وادي المدار اللي بتلف فيه. طب دي تاخد مدة زمنية قد ايه؟ قال لك دي مدة طويلة، دي بتتم سنة بالكمال والتمام. طب السنة قد ايه؟ 365 يوم وربع، يبقى ادي اللفة الصغيرة وادي اللفة الكبيرة. حركة الأرض حول الشمس بتتم كل قد ايه؟ مرة كل 365 يوم وربع. طب بينشأ عنها ايه؟ يلا نقول على مدار العام الكامل ينتج فصول السنة الأربعة اللي لسه قايلينهم في الشريحة السابقة، الربيع والصيف والخريف والشتاء، بياخدوا بالكمال والتمام سنة كاملة فصول السنة الأربعة. ودي شكل دوران كوكب الأرض حول الشمس، يبقى حركة الأرض نوعان، لفة صغيرة حول محورها، لفة كبيرة حول الشمس، الصغيرة مرة كل 24 ساعة والكبيرة مرة كل 365 وربع يوم. النتيجة الصغيرة تعاقب الليل والنهار، والنتيجة الكبيرة تعاقب فصول السنة الأربعة، ومعاك الصورة والرسم. ونيجي لمين؟ ونيجي لملاحظات مهمة. أول ملاحظة بتجيلي أكمل، عندما يكون محور الأرض في وضع رأسي، لو كان في وضع رأسي يبقى في تساوي بين مين ومين؟ بين عدد ساعات الليل وعدد ساعات النهار.
طب إذا كان محور الأرض ماله في وضع مائل، أقول له يبقى في الحالة دي مش هيحصل تساوي بين مين ومين، لا يتساوى عدد ساعات الليل مع النهار، آدي الوضعين. ونيجي لمين دلوقتي؟ هنيجي دلوقتي للتدريبات، وادي سبورت التدريبات اللي هتجيب لنا الأسئلة على درس حركة الشمس وحركة الأرض. وأول سؤال أكمل، الشمس نجم من ملايين النجوم وهي في حالة حركة إيه؟ في حالة حركة دائمة. كل ما يسبح من نجوم وكواكب في الفضاء يسمى ايه يا شطار؟ برافو عليك، عدت علينا في أول شريحة، تسمى الأجرام السماوية. تشرق الشمس من جهة مين؟ من جهة الشرق، وتغرب من جهة مين؟ من جهة الغرب. اللي بعده، وفي الظهيرة تكون فين؟ تكون في وسط السماء. في فترة مين؟ في فترة الظهيرة. اللي بعده، ظهور الشمس متحركة من الشرق إلى الغرب يسمى إيه؟ أيوة برافو عليك، كل اللي قال بدأ بكلمة ظهور، يبقى اسمها الحركة الظاهرية. لمين يا شطار؟ للشمس. وفي الظهيرة تكون في وسط السماء، لكن ظهور الشمس متحركة يسمى باسم الحركة الظاهرية. نمرة 5، يتساوى عدد ساعات الليل والنهار في فصلين، مين هما؟ أقول له في فصلي الربيع وفصل مين؟ وفصل الخريف. ونشوف سؤال آخر، النهار أطول في فصل مين؟ أقول له برافو عليك، كل اللي قال الصيف، وأقصر في فصل مين؟ الشتاء. الحركة الظاهرية للشمس بتبقى السبب فيها حركة مين؟ أقول له حركة الأرض حول مين؟ حول محورها، وليس إلى حركة مين؟ وليس إلى حركة الشمس. لا يتساوى الليل مع النهار تقريبا، لأن محور الأرض في الحالة دي يكون مين؟ أقول له يكون مائلا. حركة الأرض نوعان، الأولى حول، أيوة برافو عليك، حول محورها. طب والتانية حول مين؟ حول الشمس، آدي الصغيرة وآدي الكبيرة. تدور الكواكب حول ايه في ايه؟ اقول له تدور الكواكب حول الشمس. طب وفي ايه؟ في مدارات. طب وصفة المدار ايه؟ في مدارات محددة ثابتة، والمدارات دي بيبقى شكلها بيضاوي وليس دائري. السؤال اللي بعده، علل تعاقب الليل والنهار. ليه بيحصل تعاقب للليل والنهار؟ اقول له مادام ليل ونهار يبقى اللفة الصغيرة، يبقى بسبب مين؟ بسبب حركة الارض، ايوة برافو عليك، اللي قال حول مين؟ حول محورها. ولو ولد شاطر تقول له المدة الزمنية كل 24 ساعة. طب ليه بيتعاقب فصول السنة؟ اقول له اللفة الكبيرة بسبب حركة مين؟ بسبب حركة الأرض، بس المرة دي حول مين؟ حول الشمس. مرة كل قد إيه؟ 365 وربع إيه يا شطار؟ وربع يوم. تعال ناخدها بقى في صيغة أكمل، تدور الأرض حول محورها مرة كل، أقول له 24 ساعة. طب ينتج عنها مين؟ تعاقب مين ومين؟ الليل والنهار. ده سؤال عكسي للي فات، طب تدور الأرض حول الشمس مرة كل قد إيه؟ 365 وربع إيه؟ يوم. وينتج عنها مين؟ أيوة برافو عليك، فصول السنة مين؟ الأربعة. شريحة بتعبر عن اللي درسناه في حركة الشمس والأرض. بكده الحمد لله يا أولاد خلصت حلقتنا النهاردة. النهاردة درسنا كان حركة الشمس والأرض، واللي خدنا فيها الحركة الظاهرية للشمس، وخدنا حركة الأرض نوعان، حركة صغرى وحركة كبرى حول محورها وحول الشمس، وعرفنا المدة الزمنية لكل منها. عايزك تعمل ايه؟ تتفرج على الحلقة مرة تانية وتذاكر محتواها كويس جدا، وتحل التدريبات اللي جات فيها والتدريبات اللي اتذكرت في كتاب المدرسة، وابعت وورينا حلولك ايه عشان كله يستفيد من بعضه. وعايزك لو عجبتك الحلقة تعمل سابسكرايب للقناة ولايك وشير وشير في الخير مع السكولة ومستر حامد البيومي.